عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. هنا غادي نوجد معكم واحد الكيكه مالحه كتجي بنينه واحد البنه فيها ما تصوروش. المهم هنايا غادي نوجد نقول لكم على المقادير. هنا عندي كما راكم تشوفوا ثلاثه ديال البيضات، هنا بواطه ديال الطون ديال الزيت، غادي نحيد منه داك الزيت ما خليتهش فيه، اللي حيدت شويه منه. هنا طون على طومات، هنا عندنا خمره وحده، هنا عندنا الزيتون مقطع، لي زيرب دو بروفونس هادو ديال فوالا زيرب دو بروفونس، هنا فلفله حمراء، الفلفله كحله، كاس ديال الحليب، ثلاثه ديال الكيسان ديال الفرينه كما هادو تعمروهم، وهنا درت كاس ديال الزيت وزدت فيه جوج معالق، قولوا 3 معالق ديال زيت الزيتون فوالا. والملحه ما نساوهاش وما نكثروش لان هاد الطون راه مالح. هنا غادي نبداو الطريقه ديالنا، نضربوا البيض نتاعنا شويه مع شويه ديال الكبسه ديال الملحه، قلنا ما نكثروش الملح لان الطون راه مالح فوالا. غادي نديرو الزيت ديالنا، هنا نزيدو الحليب، هنا غادي نزيدو الطوم، هنا خوتي نزيدو الطوم ديالنا كده، وهنايا نديرو هذا ديال الزيت لان كيعطي حتى هو واحد البنه زوينه، ما نديروهش كامل، نديرو غير شويه فوالا. ها هو خليت هاد شويه هكا، نديرو الزيتون ديالنا مقطع، غنديرو شويه الفلفله الكحله، شويه ديال الفلفل الاحمر. اخوتي الا بغيتو تزيدوها هذه غير اللي بغى يزيدها، هذه شويه حاره، غادي ندير غير واحد شويه لان كاين اللي ما يبغيش الحار، غير شويه فوالا. وهنا نزيد لي زار دو بروفونس، غندير واحد شويه هكا انا كيجيو بنان في هذا الطون، كيعطيو البنه زوينه. هنا غادي نخلط المقادير ديالي مزيان كما راكم تشوفوا. هنا اخوتي غادي ندير واحد شويه ديال الفرينه هكا، نديرو خمره ديالنا، هنايا غادي نبداو نخلطو الخليط. نزيدو الفرينة ديالنا شوية بشوية ونزيدو اللي باقي، هذا كتجي على هاد الشكل هذا كما راكم تشوفو. غادي نزيد واحد شوية ديال لي زارب دو بروفونس فوالا، جربوها البنات والله الا كيجيوكم زوين. بغيتو لنا البنات، انا فضلت اليوم انني نديرهم في هذا المول هذا لان ما عنديش المول هكا ديال الحبيبات هكا صغار، بغيت ندير هذا. وانتم تقدروا ديروه يعني مول كبير ولا مربع ولا مستدير، انا اليوم بغيت نجربه في هذا المول تاع المادلين، نديرو مادلين كما يقولوا سالي فوالا. هنا البنات كملت هذا، وغادي درت الفران يحمى على درجه 180 ونديرهم يطيبوا. هنا البنات عندي هذا المول عاود هكا باش نكمل على العجينه ديالي، هنا البنات هادو درت لهم هكا المنظر باش يجيو هكا مختلفين شويه كما راكم تشوفوا. غادي نطحيهم في الفران، خرجوا هاد لي مادلين ديالنا طابو، نخليهم يبردوا شويه ونرجع ليه. البنات ها هو نحيد هاد المادلينات، شوفوا كي جاوا، جاوا زوينين وظريفين فوالا. البلاطو الثاني كما راكم تشوفوا اللي زوقته بالفرماج والزيتون باش هكا نعطي واحد شويه شونجمون باش يجي الحاجه مبدله فوالا. شوفوا هكا
شفتوا كي كيجيو. ها هو نوري لكم من الداير مادلينا، وهكا فوالا بلاطو البنات ديال هكا طويجينات، كيخرج الموديل ديالو هكا كما راكم تشوفوا، شكل زوين فوالا. نحطوه نرجع لكم. هانتا هو ها هو الكيك المالح فوالا، على الشكل كيما هكا كيما راكم تشوفوا، شكل فاجين مادلين فوالا. نتمنى هاد الكيك يكون عجبكم وجربوه وردوا عليا الخبر فوالا.